اهلا بحضراتكم من جديد، نورني وشرفني نجم مصر ونجم الاهلي السابق كابتن الكبير كابتن رضا شحاته. مساء الفل يا كابتن. حبيبي يا ميدو، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام زي الفل. حلو لون الشميز بتاعك، حاجه كده خفيف. طيب ماشي، احنا عايزين نختاره بس. طبعا الناس قبل ما تفتكرك بتفتكر الستة واحد والجون بقى اللي انت جبته وعمال من ساعتها كل أساسي شويه أساسي. بسم الله الرحمن الرحيم رضا شحاته، بسم الله الرحمن الرحيم رضا شحاته. ولازم طبعا قبل الدوري ما يبدا بشره خير. يعني يا رب يا رب حاجه كويسه. متهيألي انت قلت كل الجديد عن الجول ده ولا في حاجات لسه مخبيها؟ لا قلت كل حاجه. كل حاجه هم بص هيجيبوا، انا عارف هيجيبوا الجول على طول على طول. اهو هو الجديد في الجول اصلا يعني الهدف، يعني انا اللي اتفاجئت بيه مش الناس، يعني انا اتفاجئت قبلهم. ايه ده انا جبت جول؟ ايوه بالظبط كده. عارف ايه ده ازاي؟ مفيش حاجه جديده خالص يعني، بالتالي اتعصرت انت في البرامج. لا مفيش خلاص، قفلنا كل حاجه. بس الهدف مفاجاه لي انا شخصيا، انا ده اول لقاء لي اهلي وزمالك. انت متخيل عدد الجمهور والضغط ده وسن صغير لا كان ليه حسابات كتيره قوي 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 يعني. انت كنت عايز تروح فين؟ جمهور الاهلي كان عكس الاتجاه. فعايز اروح لجمهور الاهلي. انا هروح يعني الزمالك هو اللي في ظهر يعني في ظهر عبد المنصف، فانا عايز الجمهور بتاعي، فبرجع بقى للنص التاني خالص. بس حاجه جميله انت كنت مركز كمان بعد الجول، يعني اي حد من كتر الفرحه مش هيبقى عامل حاجه. انا بصيل، انا طول عمري في حياتي اصلا انا بركز في تفاصيل صغيره. انت هتقول لي بركز في طبيعيه تفاصيل صغيره كده، انا مركز ده فين وده فين، ببقى شايف كل حاجه. حتى في شغلي دلوقتي انت عارف، وانت اكيد حتى في الاكل يعني انا في التفاصيل الصغيره كويس. حتى في الاكل في كل حاجه بتركز في التفاصيل. بالظبط كده، حتى في الاكل. اهلا وسهلا بيك يا كابتن. حبيبي يا ميدو، منورني دايما والله. ربنا يخليك. عايز نبدا من فين؟ عندنا ماتش امبارح، عايز اعرف وجهه نظرك فيه، عايز اعرف اهم المكاسب من وجهه نظرك برضو، حاجات كتير هنتكلم فيها. بس قولي الاول، شفت الماتش ازاي وكنت متوقع النتيجه 3-0؟ لا طبعا النتيجه مش متوقع، متوقع ان الاهلي هيكسب. بس النتيجه 3 نتيجه كويسه جدا كبدايه. مهم جدا في التوقيت ان تكسب. مش مهم يعني مش المفروض يحصل غير كده، عشان حساباتك تبدا تشتغل بقى بهدوء، اللعبه تهدى، الجهاز الفني يبدا يركز في جو هادي، يبدا يشتغل يحط شغله. لان انا ما اقدرش اقول او ما اقدرش احكم على الجهاز الفني في اللقاء ده خالص، لان لسه بصماتهم مش بشكل واضح. اللي واضح ان روح الحب بين اللعيبه وبين الجهاز ده اللي واضح قوي، وده حاجه كويسه جدا. ده حاجه مبشره. يمكن القلق اللي كان بيحصل في الفتره اللي فاتت ده كان قلقني شويه على النادي الاهلي، مع اني دايما 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 حاطط انا النادي الاهلي في حته ثانيه خالص غير اي نادي ثاني. دي حقيقه، لان احنا عندنا ثوابت ما بتتغيرش مهما كانت الضغوط. بس الضغوط المره دي كانت كتيره قوي، كانت اوفر على النادي الاهلي. ولكن الثبات اللي موجود في المجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني انا بشكرهم عليه. وحابب اقول لهم ان هم دول لعيبه النادي الاهلي، هم دول النوعيه اللي النادي الاهلي بيختارها، هم دول اداره النادي الاهلي اللي دايما جمهور بتاعها بيثق فيها. بنقول لهم احنا بنختار الناس دي عشان هم في المواقف دي بيعرفوا يديروا، بيعرفوا للموقف ده يتعاملوا معاه ازاي. وهم اللي قدروا يخرجوا للنادي الاهلي من الفتره اللي فاتت. اي نادي تاني في الضغوط دي اتوقع ما كانش ده هيبقى رد الفعل خالص، لا اداء ولا رد فعل ولا جمهور. احنا مختلفين، النادي الاهلي دايما مختلف. كلام جميل قوي. والنتيجه مختلفه واضحه. اداء بالنسبه لي اداء ثابت جدا. نادي الاهلي داخل عارف هو عايز ايه، محتاج ايه من اللقاء، قدر ياخده. زائد ان انت زي ما بقول لك انت بتخطط للفتره اللي جايه، ثبات، هدوء، اللعبة تبدا تهدى، الجهاز الفني يبدا يشتغل في جو هادي، ناس تثق في لعيبتها وتثق في الجهاز الفني. واتوقع ان الفتره اللي جايه ان شاء الله افضل. نادي الاهلي ده الكلام، ما اقدرش اتكلم في حته فنيه قوي قد ما اتكلم في المعنويات اللي خدها اللعيبه والجهاز واحنا كلنا. يعني كلنا حتى جمهور بعيد خالص عن الحته دي استريح جدا، والامور بالنسبه لنا مستقره الحمد لله. والله كلام جميل جدا وكلام محترم جدا. هو رضا ما بيتكلمش على ضغوط الكوره، بيتكلم على الضغوط عموما، الضغوط اللي اتعامل بيها فريق الكوره، الضغوط اللي عامل معاها كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته المحترم جدا والموقر جدا، واللي شكل النادي الاهلي جدا جدا كمان. بيتكلم اصل هم يعني انت عارف انا معاه فريق اعداد قوي جدا، فقول لي رضا تعرضت للضغوط دي قبل كده؟ فانا عارف رضا بيتكلم عن ايه، لكن خلينا نتكلم على ضغوط الكوره. ان انت كنت بتتكلم في ماتشين، نقطه واحده خساره وتعادل سلبي مع الترجي، وخساره من كامبالا سيتي كانت خساره مفاجاه للجميع. اعتقد ان النادي الاهلي مر بحاجه زي كده، مر بحاجه زي كده، مريت بقى بكده واسوأ من كده. هي الفكره كلها ان انت يا جماعه نوعيه النادي الاهلي
اللعيبه والناس اللي موجوده في النادي الاهلي احنا متعودين على ده ومتعودين دايما ان في ضغوط علينا ومتعودين دايما ان الضغوط بتبقى اكتر من كده ومتعودين دايما ان احنا بنعدي الضغوط دي. فالسيناريوهات عارف لما تبقى انت فيلم قديم وانت شفته 5 6 7 10 مرات احنا بنكرره تاني. فانا مش مخضوض، انا بس الضغوط زي ما قلت لك في البدايه كانت المره دي مختلفه شويه، كبيره وكتيره ومختلفه ومن اتجاهات كتيره. من اتجاهات كتيره. ولكن انا لما بختار محمود الخطيب مش بختار محمود الخطيب عشان يبقى هو بيمثل النادي الاهلي من غير تعالوا هنا يتحط تحت الضغوط. كلام جميل جدا وكلام مهم جدا بصراحه. يعني احنا لما بنختار الكابتن خطيب مش بختار الخطيب عشان في الاخر هو رئيس مجلس النادي الاهلي فقط لا غير، لا لان انا متاكد ان هو في التوقيتات دي هيعمل كده وان هو مش من الناس اللي بتطلع تقول اي كلام في اي وقت. كلامنا قليل، كابتن خطيب عادته كلامه قليل ومؤثر جدا. مش هيطلع طول الوقت يرد عليك كلمه بكلمه، ما ينفعش. يبقى احنا لو ده لو ده حصل يبقى احنا اخترنا غلط، وده لا يمكن يكون حصل. هتلاقوا يا جماعه كل اللي بيحب النادي الاهلي بجد كلامه كده. يعني اصل انا اتكلمت نفس كلامك ده بالظبط في اول لقاء مع المشاهدين الكرام. يعني هتلاقوا كل اللي بيحب النادي الاهلي بجد كلامه في المحور ده. كنت انا اتكلمت قبل كده مع حضراتكم قبل ما الكابتن محمود خطيب كمان يطلع يتكلم ان الاهلي مش بطولات، الاهلي اسم وبنحافظ عليه كلنا، واخترنا حد عشان يحافظ لنا على الاسم ده. بالظبط. ومهما تكون بتاخد بطولات تروح البطولات في حته، لكن يبقى اسم النادي الاهلي. وده اللي اتكلم فيه الكابتن محمود الخطيب، وكنت فرحان جدا لما تلاقي كلامك انت بيتكلم فيه رئيس نادي الاهلي اللي هو عاشق لتراب النادي الاهلي، وكمان جه اتكلم فيه رضا شحاته، وكل محب بجد للنادي الاهلي هيتكلم نفس الكلام ده. خلي بالكوا انا مش بطلع بقول انا بحب النادي الاهلي وبموت النادي الاهلي وروح النادي الاهلي، الجمهور مش هيتلقى كلامي، الجمهور هو بقى المقياس بتاعي وهو المرايه بتاعتي، هل الجمهور هيحبني ولا لا؟ هي دي فعلا يبقى انا بحب النادي الاهلي بجد، لان الجمهور ملوش مصلحه رضا في خالص حاجه خالص. كنا بنتكلم على الكلام ده بالزبط. غير ان هو بيشجع النادي الاهلي، بيموت عشان النادي الاهلي، عايز اسم النادي الاهلي اللي هو حبه وعشقه بس فقط لا غير. يعني تقول له طب ناخد بطولات، لكن يبقى في شويه حاجات كده يقول لك لا انا عايز الاهلي، عايز الاهلي زي ما هو، الاهلي اللي انا اتولدت وبحبه وبعشقه، عايز شكله هو الاهلي اللي انا عارفه. عشان كده دايما بكلمكم ان مش اي حد يطلع يقول لك انا بحب النادي الاهلي ان يا حبيبي انت خلاص كده انت بتحب النادي الاهلي، اهلا وسهلا بيك. استحاله. الجمهور هو النبض، هو الترمومتر، هو اللي بيحس مين بيحب النادي الاهلي بجد ومين بيقول كلامه خلاص. عشان كده مش اي حد يدخل قلب الجمهور طبعا. وخلي بالك ان الجمهور العامل الوحيد اللي مش مستفيد في النادي الاهلي لسه. احنا استفدنا، انا استفدت اسمي، انت استفدت اسمك، كابتن خطيب بيستفيد اسمه ان هو في النادي الاهلي وعمل تاريخه في النادي الاهلي، كل الناس مستفيده الا الجمهور. بالظبط. فعشان كده دايما اللي بيحب النادي الاهلي الجمهور بيتقبله وبيبقى الامور سهله جدا بالنسبه له، هو بيبقى فاهم لانه مع المصلحه. بالظبط. دايما الحب اللي من غير مصلحه دايما بيوصل من الطرفين. يعني دي حقيقه، دي حقيقه. مفيش هنا طالما المصلحه مش موجوده هيبقى دايما انا اقدر اقول ميدو بيحبني ولا لا. لو حقيقة. المصلحه دخلت في الموضوع هنا نبدا نقلق. فالجمهور هنا هو يشجع النادي الاهلي وعايز النادي الاهلي يكسب، فدايما هتلاقي الحب بينهم، العلاقه دايما واصله. اللعيب اللي بيحب نادي بجد وليد سليمان مفيش حد عليه خلاف ان هو بيحب النادي الاهلي. ليه؟ الجمهور فاهم ده وانا حاسه. لعيبه وحسام، مفيش مصالح بالزبط. في نوعيات كده يعني. بالظبط. والجمهور يا رضا يعني عارف تاني، باكد تاني، الجمهور عارف مين اللي بيحبه طبعا، مين اللي يحب النادي ومين اللي ما بيحبش النادي، وعارف مين اللي بيتكلم وخلاص. والجمهور بيعشق النادي الاهلي اللي هو النادي الاهلي. الناس لما عرف ان الكابتن محمود الخطيب نازل انتخابات نزلوا له على الكراسي، بالكراسي المتحركه، كنت شايفهم في قلب خيمه الانتخابات، نازله بالكراسي. ناس يقول لك انا بقالي سنين ما دخلتش النادي الاهلي، لكن اول ما الكابتن محمود الخطيب قال انا نازل يا جماعه اوف، ده الرصيد بقى، ده رصيد الكابتن خطيب، ده رصيده مع الجمهور، مع كل الاحترام والتقدير لكل الناس طبعا. لكن انا بتكلم كابتن محمود الخطيب مختلف، وانا بلاقي رسائل جايه لي انت بتتكلم على كابتن محمود خطيب كتير، هفضل اتكلم عليه كتير، وانتوا عارفين انا ماليش في التطبيل ولا الشغل ده خالص نهائيا نهائيا نهائيا. لا هو احنا لكن لما اتكلم على الخطيب لما اتكلم على كابتن محمود خطيب مفيش حد يطبل له ابدا. هو مين اللي هو كابتن مصر كلها بتتكلم؟ بالظبط، مصر كلها. ده مش عايز افكركم بماتش امبارح والجمله اللي خدت انتباهي، انا مش عايز اتكلم، مش عايز ادخل في اتجاهات تانية، خلاص صفحه وطويناها. لكن ده الخطيب، ولو ما وقفناش احنا كلنا في ظهره مين اللي هيقف في ظهره؟ هو قال ناس كتير هتتخلى عني، هتتخلى اللي هو الاهلي، هو بيمثل الاهلي، بتكلم ان هو بيمثل الاهلي، لكن الجمهور عمره ما بيتخلى عن الاهلي. لا يمكن، لا يمكن ده يحصل. حاجه جميله جدا،
حاجه جميله جدا. وخلي بالكوا الكابتن خطيب مهما تتكلم عليه هو مش في دماغه ان هو مش في دماغه الكلام ده خالص. وقال في الانتخابات كلمه افتكرها وانا حاضر له اخر ندوه ليه، قال يا جماعه اوعوا تفتكروا ان انا اللي واقف معاه دلوقتي ان انا احبه بعدين، اللي واقف مع الاهلي مش واقف مع الكابتن خطيب. لما بنتكلم على الكابتن خطيب بنتكلم على الاهلي مش على الكابتن محمود الخطيب. لكن الكابتن محمود الخطيب رصيده محفوظ تماما بعيد عن رئاسه النادي الاهلي، حب وعشق جماهير وحبب ناس كتير قوي في الكوره يعني كلنا بالظبط. فبتتكلم في كلام رضا بصراحه جيت لي، يعني انت جيت لي فيه انا كنت عايز اتكلم فيه وبتكلم فيه والله بصراحه. فقول لي برضو الماتش كالترون، انت قلت مش ما شفناش كالترون لسه قوي، لكن انا شفته في تغييرات، شفته ان هو عنده جرأة في حاجات معينه، ان هو يلعب يبدا بكوليبالي كان ممكن يبقى عليه انتقادات كبيره جدا لا قدر الله طبعًا. لو كوليبالي غلط في حاجه او غلط صح بالظبط كان يبقى عليه انتقادات ان هو يلعب بازارو وهو كان بعده في المعسكر، برده مش اي حد يعمل كده. لا هو مدرب عنده شخصيه وده محتاجينه جدا في نادي الاهلي او عموما المدربين الاجانب. لو هو مدرب كويس وما عندوش شخصيه قويه ما ينجحش في مصر خالص، ما ينجحش في مصر، ممكن ينجح بره زي مش عايزين نقول اسماء، ممكن انجح بره مصر انما في مصر لازم شخصيه قويه لازم. ليه؟ ما ينفعش. ليه؟ نوعيه اللعيبه بتاعتنا ما ينفعش احنا احنا نوعيه ما بنعرفش نطبطب على لعيبتنا. لازم يعرف اللي هو ايه العين الحمراء باللغه العاميه بتاعتنا. احنا اللعيبه احنا نوعيتنا كده، هو وراهم العين الحمراء ثقافتنا كده وهو وراهم كده. فواضح ان الامور هتبقى في النادي الاهلي ان شاء الله في الافضل اللي جاي واللي هيبقى. وبقول ان في ناس في النادي الاهلي، انا عاجبني جدا اسلام محارب من السنه اللي فاتت هايل، بينزل مؤثر ما بيتضايقش ما بيزعلش ان هو تغييره، فدي حاجات ايجابيه. انما بنتكلم على جزء الفني، فني ما اقدرش اقول، احنا قلنا شخصيه المدرب واضحه ولكن شغل فني اقدر اقول ان هو بدا يشتغل طريقته ايه او لعبه هيمشي ازاي، ما نقدرش نقول ان هو ودي ظاهره صحيه طبعا. هو ماشي بالسيستم بشكل السيستم القديم شويه اللي هي اللعيبه حافظاها لغايه ما غيرش لحد ما ادخل انا بطريقتي. لكن هو كمان يا رضا برضو انا بفكر معاك عشان نشوف الراجل ده فعلا امبارح كان ليه بصمه حقيقيه. انا اعتقد ان هو كان ليه بصمه حقيقيه، بس انا بفكر معاك مع الجماهير ان انا اخرج اشاهيه واخرج وليد سليمان، ما برضو يعني اشاهيه ما كانش بيخرج في اوحش حالاته فاهم. لكن انا لا انا غيرته. خلي بالك ايه الماتش لسه 1-0 1-0 برضو. لو مدرب تاني انا بكلمك فكر ايه، فكر واحد قلبه فعلا زي ما انت بتقول قلبه ميت وشخصيته قويه، اللي انا اخلي اوجهيه حتى لو حصل حاجه يبقى انا مخلي احسن لعيبه في الاهلي. لو عنده ضغوط اللي هو جمهور بالظبط، يعني انت خلي بالك ان اول لقاء ده دايما في نادي الاهلي حتى واحنا بنلعب تيجي تلعب باللقاء الاولاني يقول لك اللقاء الاولاني ده يا اما بيخليك نجم طول عمرك في نادي الاهلي يا اما بيخلص عليك مهما عملت. خلاص الانطباع الاول الانطباع الاول يدوم في نادي الاهلي بالظبط، هو يدوم في نادي الاهلي. فمعنى ان هو يعمل الخطوه دي، لا هو يعني انا متفائل جدا باللي حصل. يمكن انت كمان لفت نظري للجزئيه دي، لا انا كنت ببص على الحته الفنيه قوي. الحاجات اللي انت بتقولها دي اهم في التوقيت ده بالظبط. شخصيته طبعا شخصيته يعني اي مدرب تاني يا رضا، اي مدرب خلي بالك يعني يا رب يكون يعني عندي حسن ظن في كالترون. اي مدرب يقول لك ايه طب انا 1-0 دلوقتي لا قدر الله ممكن يحصل حاجه، يقولوا طب طلعت اجاهيه، حد يطلع اجاهيه يا راجل انت، ده جيدة نجم الفريق. وليد سليمان اللي عامل معاك معسكر هايل، وحتى لو كان في كدمه في رجله ولا حاجه يعني برضه فكر العب بمساك اول ماتش، طب ما انا العب باشرف اللي هو اللعيب اللي هو الامان بأشرف. الامان بالنسبه اللي هو بيلعب وشغاله، وخلي بالك كمان مطلوب ان هو يلعب يعني محبوب من الجماهير وعنده طبعا. يعني عنده رصيد بالظبط، عنده رصيد انه يلعب. جازف ليه جازف دلوقتي ده بتكلم فيه صح. انا فاهم قصدك انا فاهم. فلا شخصيته انا لفت نظري في الموضوع ده في النقاط دي بالظبط. كوليبالي تغيير ازارو انه يبدا بيه، لان كان ممكن حد يقول لك لو ازارو مش موافق يقول لك طب ما انت طلعته في المعسكر، انت ازاي تطلعه في المعسكر وتخليه بره 3-4 ايام وتيجي 3-4 ايام هنا وتلعبه ماتش مهم جدا. كمان تغيير اجاهيه، غيرت اجاهيه ازاي وانت اجاهيه ده احسن واحد عندنا وليد سليمان ده في الفرقه في المباريات الوديه في المعسكر. هتلاقي فيه كلام كتير في الجزئيه دي طبعا فيه. انا فاهم قصدك. الفكره كلها زي ما انت قلت هي شخصيه. انت حضرته في دجله؟ لا كنت يعني بتعامل يعني بردود افعال الناس اللي حواليه كانت بتتكلم ان هو شخصيه قويه. كنت انت في دجله؟ كنت في دجله بس مش معاه في نفس. لا انا قصدي في الجو الجو الخاص. لا مش العام شاطر يعني. شاطر جدا في شغله ومحبوب جدا يعني محبوب، يعني عنده حته اللعيبه بتحبه جدا وكل الناس المحيطه بيه بتبقى في علاقه ود بينهم. انا قلت يمكن دي كانت موجوده حسيتها في كم موقف كده مع اللعيبه متاثره بيه، وانا شايف ان ده هيبقى
حاجه صحيه في النادي الاهلي يعني ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا رب. انت تتوقع ان هو وخلي بالك كمان تعالى اتكلم معاك في نقطه مهمه لان انا بحب اتكلم معاك في الكوره. امبارح برده ما عندكش صنع العاب وكسبت 3 برضه عارف في حاجات كده في الكوره تخليك انت تقعد تقول تقعد تفكر يعني انا طب انا خلي بالك انت جيت للنقطه دي بقى. انا النقطه دي اتكلمت فيها السنه اللي فاتت لما كنا بن في التحليل كام موقف كده لما كان عبد الله سعيد ما كانش موجود وبدات الناس تقول عبد الله مؤثر في النادي الاهلي ونادي الاهلي. فانا قلت المشكله مش في ان عبد الله مش موجود يعني مشكله النادي الاهلي في التوقيت ده ان عبد الله مش ان هو مش موجود، المشكله ان احنا لسه بنلعب اكن عبد الله موجود. هو مش موجود يعني هو الراجل مش متواجد بالزبط. وانا كان كابتن حسام عبادي كان مصر يلعب بطريقه ان عبد الله هنا عبد الله مش هنا بالزبط. يبقى انا لازم هغير السيستم يا اما العب من على الاطراف يا العب هغير طريقه اللعب. هو اتغير طريقه اللعب امبارح بقينا بنلعب من على الاطراف اكتر اتغير مفاتيح اللعب بالنسبه لك ان يبقى انت عندك بديل يبقى حد اجاي مش موجود خلاص انا هغير طريقه تخيل بقى يعني على عبد الله ولا اجاي ولا وليد سليمان بقول لك راجل جريء جدا بالظبط كده راجل جريء جدا مع ان انت مغير العنصر اللي انت بتتكلم عليه اللي هو عنصر مهم بالظبط ان هو ما بقاش عندي صانع العاب بمعنى صانع العاب ولكن انا وجهه نظري ان ممكن اجاي يلعب في المكان ده لان هو عنده ميزه مهمه جدا لو هو قدر كمدير فني يشتغل على ده هيفرق. هو عنده حته عندك ناصر ماهر كمان واحمد حمدي اتنين لعيبه تقال جدا انا فاهم لو دخلوا جوه نادي الاهلي بس اجاييه عنده حته ان هو بيعرف يرفع كوره كويس قوي وعمل امبارح ثرو باص لازارو بالظبط يعني يدوب شافه راح حاطط له الكوره فهي خلي بالك ان طريقه اللعب اللي هي بتلعب براس حربه واحد دي بيبقى محتاج ان دايما اللي تحت راس الحربه ده بيعرف يقف او راس الحربه نفسه بيعرف يقف بالزبط. انا عندنا وليد ازارو ما عندوش الحته دي قوي عنده دايما بيحب ياخد في مساحاته وسرعات اجاييه ممكن يعمل الدور ده وتقدر تبني عليها يعني طرق اللعب كتير ومحتاج كمان احنا بنتكلم كاس العالم اللي فات ده احنا يعني يا جماعه ده اللي ما بيعرفش يلعب كوره او يتعلم كوره اتعلم كوره لا تعليم الطرق دي موهبه من عند ربنا خلي بالك المدرب موهبه من عند ربنا موهبه بس زائد اتعلم انت تنميها بقى بتعلم قصدي انت يعني انت قاعد بتتفرج على جمله بتحصل قدامك في كاس عالم اتكررت 50 مره عندنا مثل مش عايز اقوله اللي هو علم في لا اميدو يعني كاس العالم ده لازم نستغل يعني كان لازم نستغله حاجه لازم نستغله ما ينفعش اتكلم مع الضيف ضيف الكريم قبل حضرتك الاستاذ سامي بقول له ان كاس العالم بلا غلطه ده بلا غلطه انا باخد دوره تدريبيه في التدريب بالزبط. اخد دوره تدريبيه ليه بالزبط. انا لو اتفرجت على كاس العالم ده انا خدت دوره تدريبيه بالظبط يعني في حاجات كتير قوي شغل فني كتير دوره تدريبيه عالميه الحاجات التانية اللي احنا بنتكلم عليها قلنا يا جماعه من اول وليد ازارو فاكر التوقيت ما كانش وليد ازارو بيجيب فيه اهداف قلنا مش شرط ان الراجل يحرز اهداف قلنا ان هو بيقدر يعمل شغل تكتيك تاني ومساحات لناس تانية بيروح للجون والجوان بيغير احنا ما شفناهوش في فرنسا اللي خدت كاس عالم راس حربه ايه الاخبار اوعى تقول لي ده ما انا اوعى تقول لي جيرو لا بس انا هقول لك لا لا, لا لا كان وحش قوي رضا ماشي هل بقى فرنسا خدت بص يا ميدو انت في الاخر طريقه لعبك وصلت للهدف ولا لا وصلت للهدف يبقى انا نجحت طب انا معايا حتى لو غلط معايا حد حبيبي جدا مش عايز يعني مش عايز اخره لان حبيبي جدا وحشني جدا النجم هشام حنفي رحب بيه حبيبي كابتن هشام رحب بيه وحشنا جدا والله مع ان انا زعلان منه بس عشان خاطرك يا رضا معلش معلش حبيبي اتش لا ده اتش ما يزعلش حد يزعل من هشام حنفي يا نهار ابيض نجم مصر ونجم الاهلي كابتن هشام حنفي اهلا وسهلا بيك يا كابتن حبيبي يا كابتن ميدو حبيبي يا كابتن رضا اخبارك ايه طمنا كده عليك الجميل الاهلاويه اكيد بتحب نجومها وعايزه تطمن على كابتن هشام حنفي انت معاك النجم الكبير رضا شحاته يعني هقدر اتكلم لا يا كابتن يا نهار ابيض اخبار اسكندريه يا كابتن الحمد لله كويس تمام انت عامل ايه يا ميدو ما بتسالش عليا انا معلش انا مقصر طيب صح لا والله يا حبيبي كل سنه وانت طيب يا كابتن هشام ودايما مطمنين عليك كده طمنا عليك بقى طمنا عليك الحمد لله انا موجود في اللجنه الفنيه مع كابتن علاء مرغوب وكابتن محمود صالح دلوقتي اضافه كبيره جدا معانا كمان في اللجنه وكابتن حمدي ابو راضي وكابتن ناجي خليل تمام يا رب ربنا معاك وان شاء الله تكون عند حسن ظن الجميع يا كابتن هشام عارف ان الاهلي مش عارف طبعا انت يعني ابن وابن مخلص قوي كمان للنادي الاهلي وعارفين ان كل الناس دلوقتي بتبص للنادي الاهلي لكن النادي الاهلي دايما كنت بتكلم مع عرض النادي الاهلي دايما عند حسن ظن الجميع يا كابتن هشام دايما يا كابتن ميدو انت عارف ولعبت ومريت بالشروط دي كلها النادي الاهلي مهما بيمر بازمه او بظروف لكن في النهايه بيبقى فيه هدف الهدف اللي هو انك توصل للبطوله اكيد ودايما كل الناس بتتكاتف على اساس ان مصلحه النادي الاهلي شفت الماتش ازاي امبارح يا كابتن هشام انا شايف انها بدايه مش وحشه بدايه كويسه للنادي الاهلي في قياده جديده طبعا بعد موسم يعني انت مريح بالك كتير
ودي بدايه مبشره للفتره اللي جايه. عجبني شخصيه الراجل في الملعب ذوقه، تمام، عنده سرعه انفعالي كويس جدا على الخط، بيعرف يتعامل مع اللعيبه بشكل كويس. هو اصلا مدرب كويس، يعني هو في الاساس مدرب كويس. فانا عجبني الدنيا اتاخرت شويه معانا في الاهداف، لكن بتحس ان النادي الاهلي جاي، يعني عنده شكل من بعد الدقيقه 30، عنده شكل جاي هيوصل للجون، يقدر يكسب اكتر من خمسه، وده اللي حصل. يعني الجون الاولاني فتح الجيم اكتر، اللعيبه عندها ثقه اكتر. في تحرر في الاداء يا ميدو، اكيد يعني اكيد في تحرر كان واضح قوي على اللعيبه. ان شاء الله مع الوقت اعتقد ان فريق النادي الاهلي هيبقى في حته ثانيه وهيبقى في اداء ثاني ان شاء الله. يا رب يا هشام يا رب. طب شفت تاون شيب رولز ازاي يا كابتن هشام؟ ليه؟ شفت فريق تاون شيب البتسواني ازاي؟ هو عارف مدرب التصريحات وقال لك انا بلعب اقوى فريق في افريقيا. ممكن ما بقاش في الحاله الفنيه العاليه عشان هو جاي من توقف ولاعيبه جديده ولاعيبه مقيده ولاعيبه لسه مش مقيده، لكن انت بتلعب اقوى فريق في افريقيا. يعني عامل له حساب. فهو كان مقفل على النادي الاهلي الجيم لغايه لما النادي الاهلي عرف يوصل ويجيب هدف. الهدف الاولاني خلاص ادى زي ما قلت لك يعني تحرر لعيبه النادي الاهلي، بقى انت بتوصل بشكل كتير، توصل كتير على المرمى، بتضيع فرص بشكل كبير. هم عندهم يعني ايه؟ يعني حرص زياده. وفي نفس الوقت كان بيحاول يعني بيهاجم هجمات عشوائيه. ممكن تعرف الهجمات العشوائيه دي يا ميدو، تعرف لو رضا عارف طبعا ممكن بتيجي باي، يعني ممكن تيجي طبعا واحده حد ممكن يوصل كده عند المرمى بالظبط. يعني انا عجبني حسام عاشور جدا امبارح في الكوره، كان 1-0 وفي لعيبه 10 قطع من ناحيه اليمين من ورا علي معلول ورايح انفراد عايز يلعبها بالعرض بالظبط، حسام عاشور قاطعها بالظبط منافس. يعني فهو ده بيوريك ان لعيبتنا احنا الحمد لله واقف على رجليها كويس، وفي نفس الوقت هو بيروح بشكل كده يعني ايه يعني مستمر، بيروح كده على فترات يعني. تفتكر انا شايف ان هناك هيبقى الجيم اسهل بالنسبه لنا. كنت هسالك السؤال ده، اتفضل. يعني انت قريت على طول يا ميدو، يعني انا شايف ان هناك احنا اسهل لنا، الاجواء اللي هتبقى فيها انت هتبقى عندك ان شاء الله يعني تحمل مسؤوليه اقوى من هنا. انت النهارده عايز تفتح الجيم في مصر عشان تكسب، ولازم تكسب بشكل كويس والظروف تخدمك الناحيه الثانيه. يا رب. انت راجل كسب امبارح فرق، يعني ده فرق معاك جدا، بقى 7 انت بقيت 4 اكيد 3 3، فده فرق معاك جدا غير لما يكون كمبالا اللي كسبان. اكيد 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 طبعا هتفرق بشكل كبير. احنا عايزين تاون شيب وكمبالا نخلص عليهم خالص. طبعا بالظبط بالظبط. فانا النهارده لا، انا رايح، هو هيبقى بيلعب عايز يكسب، لان هو بالنسبه له المكسب هيبقى 6 بوينت. لا أكيد. النادي الاهلي عنده تحمل مسؤوليه كويس، النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي بيعرف يعني يقفل الجيم ويقدر يتحكم في رتم المباراه خارج الملعب، يقدر يلعب معاهم كويس قوي هناك. عجبني كمان الكولوبالي، يعني الراجل كان عنده جرأه ان هو يبدا بيه. يعني لسه كنا بنتكلم في الكلام ده والله دلوقتي انا ورضا، والله انا في العربيه فيعني انا عارف انا قلت بص يا كابتن، انا قلت كل المحبين النادي الاهلي هيتكلموا نفس الكلام، واحد في الفتره بالزبط. دي بالظبط. طبعا رضا عندك طبعا اكيد هيتكلم في نفس النقطه وانت بتتكلم في نفس النقطه، ان انت لامس الموضوع ولاعب في الموضوع وعارف، يعني انت لعبت في الظروف دي يا ميدو ورضا عارف الكلام بالزبط. ده فدي ظروف اللي هي الاولانيه يا رضا، يعني صح دي هي بدايه موسم بالظبط. فان شاء الله يبقى الخير كله جاي ان شاء الله. النادي الاهلي والنادي الاهلي كبير زي ما انت عارف، بس المنافسه السنه دي قويه شويه، يعني لازم النادي الاهلي يبقى عامل حسابه واللعيبه والجهاز الفني ان المنافسه قويه السنه دي. يعني يا كابتن هشام اكيد يعني ادخل بقى في شغلك الفني مع اللجنه الفنيه اللي في النادي الاهلي، المواهب الشابه اللي حضراتكم ضمتوها النادي الاهلي مستقبلها مع النادي الاهلي، وامتى ممكن نشوفهم كنجوم من نجوم الكبار للفريق الاول؟ بصوا والله في مفاجات كتير، يعني والله احنا الحمد لله كابتن علاء ميهوب عامل دور كبير جدا معانا، والنادي بص انا بيعجبني حاجه يا ميدو، ان الاداره استمرت على اللجنه الفنيه. يعني احنا كنا من السنه اللي فاتت مع المهندس محمود طاهر، ولما جه الكابتن خطيب بثقه جامده، طبعا كابتن خطيب تعرف لعيب كوره كبير ونجم، عارف عارف الفنيات. قال لك لا انا هستمر على اللجنه عشان اللجنه دي قايمه وبتجيب لعيبه للنادي شغلها مهم. فده اللي ادانا باور ان احنا بنشتغل. فكابتن علاء بقى بيجتهد هنا وهنا وهنا، وطبعا معانا اضافه كبيره زي ما قلت لك كابتن محمود صالح، فكلنا بنجتهد. انا عايز اقول لك ان في 2 لعيبه ان شاء الله باذن الله
هتكون اضافه قويه للنادي الاهلي الفتره الجايه ان شاء الله. جميل قوي، جميل قوي، جميل قوي. تحت السن. يعني حاجه جامده وحاجه مفاجاه للنادي الاهلي ان شاء الله، بس النادي الاهلي يسعى ان يخلص الموضوع. تمام، يلا بس اول ما تخلصهم لازم تقول لنا على طول يا كابتن هشام. ان شاء الله اكيد. انا اكيد انا مش هقول لك اسمائهم طبعا دلوقتي. بالظبط. بس اول ما تخلصهم قول لنا. لازم تقول لنا على طول علشان يبقى عندنا قويه عليهم. انت عارف ان قطاع ناشئين يعني كل الناس بتدور على لعيبه كويسه، والعلاقات دلوقتي انت عارف الايجنت او الصفقات دلوقتي بقى كتير، اللي هو كوره كتير، ففي تسويق كتير. لكن احنا ان شاء الله بعيننا الحمد لله. انا لسه النهارده بتكلم كابتن علامه يهوب في الموضوع وهو متابع، قلت له خلي بالك، فهنسعى من بكره في الموضوع ان شاء الله. يلا ربنا معاك وربنا معاك يا كابتن هشام، وان شاء الله اشوفك قريب ودايما كده موفق ودايما رافع راسنا كلنا كابتن هشام حنفي. ربنا يخليك يا ميدو، الاهلاوي الجميل، دايما في مداخلات كده ان شاء الله، وبتعد وجودك انت ورضا دايما على شاشه الاهلي. يا رب ربنا يخليك كابتن هشام حنفي النجم الاهلاوي، شكرا جدا ليك. بتكلم بص هتلاقي كله بيتكلم، هتلاقي نفس الكلام، نفس الكلام، ما حدش هيجيب كلام. اصل احنا كلنا موجودين هنا وشفنا النادي الاهلي بيتعامل ازاي، والمواقف دي عدت علينا. فاحنا بنتكلم بمنطق ان انا مش بعيد عن البيت، انا جوه، فانا هتكلم، هشام هيتكلم، انت هتتكلم، انا هنتكلم بنفس المبدا. ولفت نظري لحاجه مهمه جدا برضو، ان انت تبقى يعني انا بوريك ثقافه مجالس الادارات في الاهلي. حاجه موجوده في النادي الاهلي وناجحه، مش معناها ان انا اجي امشيها. لا خالص، أكيد. يعني هي دي فكره برضو، حاجات كده صغيره بس الناس ممكن تعدي على الناس كده، فهي مش هتنفع تعدي. لازم نقول ان في حاجات مهمه. مش هتعدي على النادي الاهلي خلاص يا كابتن رضا، يعني مش استحاله. لا قصدي ان الناس بتعديها عادي، لا احنا بنلمح ان لا بصوا الموضوع الاداره عامله ازاي. بالظبط. وكانت بالزبط. الفتره اللي فاتت باشمهندس محمود طاهر برضو كان ممكن يدخل يتكلم بطريقه مش كويسه ويستغل الوضع، ولكن ده برضه مش موجود في ثقافه كل اللي بيشتغل في النادي نفس المنظومه. بالظبط، المنظومه الجميله. بالظبط، المنظومه الجميله جدا، المنظومه اللي دايما بتدي انطباع قد ايه النادي الاهلي ده نادي فعلا نادي كبير جدا. تعالى اقول لك السلبيات اللي انت شفتها امبارح. يمكن انا شايف بس يعني في بعض اللعيبه مش في تركيزها 100%. زي مؤمن يعني مش متعود منه على الـ على الـ الشكل ده، حاسه مش مركز. يمكن بعض اللعيبه كلها تجانس، مفيش توفيق، بس مؤمن من الناس اللي انا دايما بحطها في حته كده ان هو ملوش علاقه بالكلام ده خالص. يعني بره تصنيف الـ ان هو مش في المود يعني، او في دايما جاهز، دايما معودني ان هو جاهز. بالظبط. فامبارح يمكن ما كانش بالشكل اللي انا منتظره منه. مين كمان؟ كوليبالي يمكن ما لسه برضو جاي، ما اقدرش اقول، مش هقدر احكم عليه. معظم اللعيبه كلها يعني، الوحيد اللي كان واصل للفورمه بتاعته كان تقريبا هو وليد ازار، الوحيد اللي كان عنده الشكل الواضح يعني. بيلعب بثقه، خلي بالك ان دخلته السنه دي غير السنه اللي فاتت خالص. في ثقه هنا، هداف دوري، داخل انا نجم في نادي الاهلي. فالدخول هنا غير بدايه السنه، الجمهور هنا عنده رصيد مع جمهور يسمح له ان هو يقدر يلعب براحته. نفس الفكره ان انا بوريك ان ازاي انت لما تكسب الجمهور في صفك بيفيدك قد ايه، وان هو لو ضدك بيبقى ضغط. بتكلم في عامل الجمهور بقى، احنا نتعلم هنا ان انا دايما لازم بقف مع اللعيب بتاعي عشان اقدر دايما ارفعه، مش هضغط عليه. دي حقيقه، دي حاجات كده صغيره للجمهور لازم نهتم بيها. دي حقيقه، والجماهير بدات تستوعب. انا لسه كنت بتكلم برضو ان الجماهير فكرها اتغير خالص، فكرها الفكر الفني بتاعهم اتغير الفتره دي كمان تحديدا كمان. ويعني وقلت كمان من ابرز مكاسب الفتره اللي فاتت دي ان احنا كلنا اتجمعنا، ما كانش فيه اختلافات، ما كانش في حد بيتكلم وحد بيتكلم في حته تانية، كلنا اتجمعنا تحت حاجه واحده اللي هي الاهلي اولا واخيرا. وليد ازارو السنه اللي فاتت قلت لكم استنوا صاروخ جديد للنادي الاهلي، هو وليد ازارو قلت لكم خلي بالكم، لما كان في انتقادات بقى رضا ونفس انا شفته انا كنت بلعب في مكان وعارفه، والحمد لله يعني في الكوره الحمد لله انا بعرف اشوف لعيبه كويسه يعني. فوليد ازارو كان بيروح للجون كتير جدا، تحركاته كانت بالظبط لفت نظري كتير جدا، مشاغب، ما بيسيبش كوره. فقلت لكم خلي بالكم اول مره يحترف، اول مره يسيب اهله، دي حاجه برده ما كانش حد حاسسها خالص، اول مره يخرج المغرب اساسا، سنه صغير لسه، تجربه احتراف جدا من الدار للنار، من فريق بقى في النادي الاهلي، النادي الاهلي بطل افريقيا وبطل العرب كلها. فطبعا موضوع مختلف تماما. طب تعالوا نشوف
انا لو سالت طبعا رضا شحاته من رجل المباراه هو قال رجل المباراه، بس تعال نشوف اراء الجماهير في رجل مباراه الامس. وليد ازارو يعني كان مستواه كويس امبارح، جاب جون وصنع جون وكان هو في الملعب كويس، يعني ما قصرش معاه الاحتراف او ان هو ما احترفش او كده، فكان مستواه كويس عن المجموعه كلها امبارح. ازارو ممكن نقول برضو المدافع الجديد، المدافع الجديد برضو بارز نفسه برضو، فهو بطيء شويه بس كويس يعني. وليد سليمان، وليد ازارو برضو لعب حلو امبارح. وليد ازارو جاب جون امبارح وصنع جون حلو، يعني كان ماتش حلو. وليد ازارو طبعا، وليد ازارو كان عنده سرعات، كان يعني انا بصراحه حسيت كمان انه عنده ايجابيه اكتر بعد الموضوع اللي حصل بتاع انتقالاته للصين والكلام من ده، انا توقعت انه مش هيبقى قد كده في الملعب، لكن حسيت امبارح انه راجل قوي يعني، بيزيد وبيقرص وفي فرص ضايعه، في شغل كويس في الملعب. هو التقرير يعني كان كبير، لكن كل الناس بتقول وليد ازارو، فاحنا اختصرنا اراء المشاهدين والجماهير الاهلاويه في وليد ازارو. شفت وليد ازارو امبارح احنا اتكلمنا عليه حاجه جميله جدا، كان نفسي الكره التشيب دي يجيبها جون. لا خلي بالك وليد ازارو لسه كمان لسه. عنده كتير، عنده كتير، وهو بقى عنده حته الثقه زي ما قلت لك، وحته ان هو بقى عايز يعمل حاجه جديده بقى. هو عمل جديد امبارح الرقص، فلسه بالظبط شفت الرقصه، رقصه جديده جدا عجبتني بصراحه. هي عجبتنا كلنا كانت رقصه، يا رب يرقص على طول، رقصه مميزه ان شاء الله يرقص على طول ويفرحنا. وجاب هدف استلام رائع وتسديده جميله جدا، تصرف عالمي يعني، وكمان طلع عمل دور صانع الالعاب كروس. خلي بالك ان دي كانت المشاكل عنده في البدايه، محارب اللي هو دايما استلام الكره كان عنده في مشكله في الفتره اللي هي اللي كان بيضيع فيها اهداف. هو دلوقتي بقى بقراره، هو محضر هيستلم وهيعمل ايه، فبقت الامور بالنسبه له بقت سهله. يا رضا ضغط، يا رضا ما انت عارف، يعني ايه ضغط. انا بتكلم على العيوب اللي كانت قبل كده وازاي لما قلبها بقت مميزات، غير ان هو النهارده بالشكل الكبير ده. احنا بنتكلم ان الناس تبدا لازم تبقى بتعلم الولد ايه الكوره، الكوره ازاي، لازم تبقى القرار التاني انت واخده قبل الاولاني كمان. ما ينفعش انا استلم وبعد كده قرر، بالظبط هو القرار هنا واحده في الثانيه، ما ينفعش. لو جبت مين تحت الضغط، في الضغط ده اللي كان معمول على وليد ازارو طبعا، وخصوصا لو هو صغير لسه. وكمان انا كان معايا كابتن ربيع ياسين والكابتن ماهر امام والكابتن شريف امبارح، قلت لهم خلي بالكم الموضوع مختلف تماما عن العصر بتاعكم. انتوا اولا كنتوا اسماء كبيره جدا، جيل قوي جدا، جيل نجوم ذهبيه، الاستاد ما كانش فيه متنفس، كان فيه قناه واحده او قناتين من اللي بتذيع الماتشات، فكله في الاستاد، ما كانش فيه سوشيال ميديا اساسا. فدلوقتي فيه سوشيال ميديا، خلي بالك فيسبوك وفي والناس بتشتم، وخلي بالك الناس بتدخل تشتم. انت الموبايل ده كان مش اهلاويه الموبايل، بالظبط. انت النهارده انا ضغطتي في الموبايل هنا، مش الضغطه في الجمهور كمان، بالظبط. يعني الموبايل ده بالنسبه لك كارثه، تدخل بتشوف ردود الافعال مع الناس، بيقولوا ايه عليك النهارده، لا بيتكلموا عليك ازاي، اخلاق ده موضوع، وبالذات كمحترف موضوع كبير جدا، الموضوع بقى كبير جدا، وناس بتتريق وناس هو بياخدك في حته تانية خالص. عشان كده انا بتكلم ان عموما في مصر الفتره اللي جايه دي، وجهه نظري يعني، لازم يتعاملوا مع الطب النفسي، ازاي يأهل اللعيب وازاي يخرجه من الضغوط دي بسرعه عشان الماتشات اللي جايه. الطب النفسي هنا مش معناه مش لازم ابقى مجنون عشان اعمل طب نفسي، احنا بنوضح ان هنا مش قصدي حاجه جميله والله. انا بس في دكاتره نفسيين انا متخصصه للكلام ده في مصر عندنا الموضوع بس والله لا مش لازم يروح على طول يعني، ممكن هي بس خلي بالك ان الطب ان قصدي ان الطب النفسي هنا مش لازم يبقى في، هو هنا ازاي بيخرجك من حاله ال 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 الضغط والحاله النفسيه السيئه، يخرجك منها بسرعه للحاله النفسيه حاجه ايجابيه، بيرحل من هنا من الطاقه السلبيه للطاقه الايجابيه. ده مش موجود في مصر، وانا شايف ان الفتره دي لازم مهمه جدا، واحنا نبدا نتعلم ده، لان ده بالذات مع الانديه الجماهيريه، انديه كبيره طبعا حاجه مهمه، وحاجه ما تعبش حد، وحاجه ما لهاش علاقه ب اصل احنا برضو عندنا ثقافه كده، حاجات كده واخدين جنب كده دايما، احنا ما نقربش من الجنب ده عشان ده معناه ده عيب. عيب في ايه يا جماعه؟ ده علم لا بس الثقافه بس الموضوع اتغير. انا اتمنى ان ده يبقى لك يا ميدو، ان انت نفسك لو قريت رساله ضايقتك بتفضل مودك بيفضل قالب فتره طويله. انت ازاي تقلب بقى؟ ازاي اخد المود ده واعمله حاجه ايجابيه؟ احنا شفنا محمد صلاح كان بيقرا في كتاب اللامبالاه. بالظبط كده. احسن حاجه عملها بصراحه. يعني احسن حاجه عملها. ازاي تخرج؟ على فكره برضو من ضمن الكومنتات اللي بشوفها
ان الناس بتتريق على الناس اللي في اوروبا خارجين بعد كاس عالم خسرين كاس عالم وبيتفسحوا. يا جماعه هو شغله وخسر وخرج هيعمل حياه جديده اللي هو الاجازه ويبدا يشتغل تاني ويبدا يخسر تاني ويكسب مره. على فكره هي دي الحياه اصلا، ده سيستم الحياه. الموضوع الناس بقت بتتكلم في حاجات تقول لك ازاي جاي له، يعني جاي له نفسي. مش قادرين نقبل الفكره دي، مش قادرين. ودي مهم، وده الفرق بيننا وبين من اوروبا، ان انت لازم تبدا تتقبل الثقافه دي ان هي الحياه اصلا كده. مكسب وخساره، حزن وفرح، ازاي بقى تخرج نفسك من هنا تدخل نفسك هنا بسرعه. ودي مهمه طبعًا. كمان رضا، دايما لما بستضيف مدربين ناشئين، طبعا انت ماسك اكاديميه كبيره زي اكاديميه دجله، بقول لهم يا جماعه ما تخلوش العيال تعيط، ما تخلوش العيال يخسروا ويعيطوا، يعني طبعًا. لسه بدري طبعًا. على الكلام ده. ما تخلوش الولد خسران وطالع من النادي زعلان، يعني طالع من النادي خلاص، هي دي هو ده الاحتراف. لازم تنهيه هنا. احنا الثقافه الجماهيريه بقى نفسي اتقبله فكره ان انا خسرت ماتش بطلع بعيش حياتي بس بحدود، يعني بعيش حياتي بحدود ان انا ما بقاش يعني مستفز للجماهير طبعًا. انا بعيش حياتي في الحدود طالما انا ما بضرش حد، عشان بعيش حياتي عشان ايه؟ عشان ارجع كويس الماتشات اللي جايه، عشان اللي جاي بالظبط، عشان اللي جاي، عشان انسى. لكن انا كنت بشوف ولاد لسه في مدرسه الكوره و8 سنين يخسر يعيط، واللي عايز يضرب دماغه في العرض، ايه يا جماعه ده؟ ما دي المنافسات اللي انت المدربين بتنقل الثقافه دي للولد، وده اللي احنا قلناه، ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان انت بتعلم المدرب ازاي يتكلم، ازاي يوجه الولد، ازاي يوجه. حتى انت بتتكلم في حتى اولياء، يعني بابا، يعني المشكله في في بابا الولد، مش مشكله في الولد كمان، المشكله في المدرب وباباك اللي واقف بره يتكلم. توجيهاتهم دايما انت ما عندكش دم، انت المفروض تكسب، انت المفروض تعمل اللي عليك، انت 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 انت. يا جماعه ده طفل، بتبقى عمال بتضغط عليه في ايه؟ ده هو المفروض بيستمتع باللعب، مش المفروض بتضغط عليه. فما بالك بقى بابا بيضغط عليه، مدربه بيضغط عليه، فالولد عنده بقى عنده ضغط. احنا ما بنعمل تقييم للولاد في الاكاديميه مش تحت ضغط خالص. الولد بيبقى تحت ضغط مش طبيعي، ان بابا واقف بره ويلا اعمل عليك، اعمل عليه ايه اللي يعمله له طفل زي ده؟ يعمل ايه اللي مطلوب منه يعني؟ دي ليه لنفسه؟ فهي دي الثقافه اللي احنا بنتكلم فيها، ان لازم ده كل ده يتغير، كل ده لازم يتغير. تعالى برضو اكلمك عن شكل المباراه في بتسوانا، السيناريو هناك. الفريق ده هيظهر ازاي؟ لا انا شايف اهدافه تبقى ايه؟ خلي بالك ان احنا عندنا من الخبرات ومن الاحتكاك المجموعه اللي موجوده، ما عنديش حد قلق، ما عنديش حد هقول ان هو لا انا مش بتكلم على خد، انا بتكلم على تاون شيب. لا المباراه ان شاء الله هتبقى كويسه للنادي الاهلي. المباراه دي هتفرق معانا جدا اداء ونفسيا وليها حسابات. ما انا قلت لك المكسب هنا نفسي وذهني وفني اكتر منه. مش عايز اقول حاجه سلبيه، مفيش سلبيات فيها الحمد لله. يعني احنا طلعنا من المباراه حاجات ايجابيه، لان انت كنت في وقت في صراعات كده خارجيه، فكانت مهم ان انت تدوس فيها وتكمل بالشكل المطلوب. فانا شايف ان اللقاء هناك هيبقى لقاءات هتبقى صعبه، بس عشان النتائج النادي الاهلي محتاج يكسب كل اللقاءات اللي جايه، فهيبقى المكسب مهم جدا للنادي الاهلي في الفتره القادمه. فربنا يسهل كده ان شاء الله والامور تمشي بالشكل اللي احنا عايزينه. احنا اهم حاجه نكسب. يمكن في توقيت كده بنقول للعيبه ايه، احنا مش مهم الاداء قد مهم النتيجه. هو التوقيت ده، لان احنا بنجمع نقط عشان نقدر نعدي المرحله دي. يعني دلوقتي يا رضا، تاون شيب، خلينا نتكلم في فنيات المباراه الجايه، او نشوف نتوقع مع بعض الشكل تاون شيب هيبقى عامل ازاي. هاجم الاهلي هيلعب بنفس الطريقه دي؟ هو ما قدموش حلول ان هو يكسب غير ان هو يكسب بالظبط عشان يرجع تاني. هل ممكن يفكر ان انا اخد نقطه من المباراه يبقى انا كده واستنى بقى تعادلات؟ يعني ممكن المدير الفني الصربي بتاعهم هيدخلهم في ايه؟ هو ما عندوش حلول زي ما انت قلت، ما تنفعش في التوقيتات دي خلاص. العداد العد التنازلي ده ما بينفعش في النقطه، ما بتعملش حاجه. فهو هيلعب على المكسب طبعا. النادي الاهلي في الحاله دي لو انت وانا شايف الحمد لله النادي الاهلي في الفترات الاخيره لما بفرقه بتهاجمه بيلعبها كويس قوي، بيعرف، لان عندنا بقى عندك سرعات وعندك حلول وتقدر تشتغل على ده. المشكله الوحيده اللي في النادي الاهلي لما بتحصل لما فرقه بتقفل زون بقى، هي دي اللي بتعمل لك قلق شويه، ما عندكش حلول فيها قوي يعني. ولكن الفرقه اللي هتهاجمك دي بتسهل لك المباراه وبتسهل لك ان انت تلعب على الهجمات المرتده،
وعندك من النوعيات اللي هي بتقدر اللي احنا بنتكلم ان هو السلم بتاع بنيه الهجمه ده اللي احنا شفناه في كاس عالم ده موجود في نادي الاهلي وعندنا كذا طريق. والحمد لله في التوقيت اللي احنا فيه ده بقى عندنا حلول تانية غير ان انت تدور على صانع العاب. بقى عندك حلول من على الاطراف، عندنا حلول في طرق لعب تانية. ما انا بكلمك في تاونشيب ليه؟ عشان نشوف الاهلي ممكن يتعامل مع الموضوع ده ازاي، الموضوع يبقى متسهل له شويه. هل انا شايف ان حته ان هم هيهاجموا النادي الاهلي ده هتسهل الامور للنادي الاهلي شويه، مش كده؟ هتسهل، بس برضه لازم تنزل بشخصيه الاهلي. هو ده، ما عنديش حل تاني. هو ده، انا في التوقيت ده مش عايزين نتكلم في الجزئيه دي كتير لان انا عارف اللي بيحصل ايه في جوه. يعني جوه النادي الاهلي كلنا عارفين، هو من غير مدرب ومن غير مجلس اداره ومن غير اي حاجه انا عارف اللعيب بيتحول ازاي. احنا كنا كده، انت اوتوماتيك عارف اللي جاي شويه اختلف، بس انت اوتوماتيك عندك الملكه دي لان انت عارف الضغوط اللي عليك عامله ازاي، وعارف الناس التعادل بيعمل مشكله في النادي الاهلي، التعادل بيعمل مشكله، وانت عارف البطوله دي بقت مهمه قوي قد ايه عند النادي الاهلي. اكيد فاللعيبه عارفه، اللعيبه احنا عارفين قيمه الكلام ده، فما بالك اللعيب اللي بيبقى موجود في الملعب. فالحاجات دي كلها حاجات ما اظنش ان اللعيبه غافله عن الكلام ده. انت ما لفتش نظرك حاجه امبارح في اداء النادي الاهلي الدفاعي؟ يعني ما كانش فيها هجمات كنت خايف منها اختراقات؟ كان اللعب عشوائي، ما كانش. بص يا ميدو، انا اقدر اقول امتى النادي الاهلي عنده دفاع قوي بكلوبالي او المجموعه اللي موجوده او ضعيف؟ لو انا بلعب مع فرقه منظمه يعني ليها شكل واضح في الحته الهجوميه هقدر اقول احنا بنقف صح ولا لا، ولكن امبارح ما كانش فيه جمل واضحه وصريحه او شغل فني واضح عشان اقدر اقول النادي الاهلي كان مميز في الحته دي ولا لا. بس انا اللي انا اقدر اقوله ان في ناس بتتكلم ان كلوبالي لسه ده هيبقى لاعب مميز جدا في النادي الاهلي. اكيد عنده من المقاومات وعنده باور وعنده طول لا عنده مميزات كتيره جدا، وان دي البدايه دي مهمه جدا. لا تفرق. انا دايما لما باجي اقيس بشيل بقى الحاجات اللي هي الضغوط وبشيل انها لسه ما انسجمش ولسه داخل، كل ده بتشيله لما تطلع ان هو حتى لو شغال بنسبه 60 70% ده نجاح. 60 70% دول مع تشيل الضغط مع تشيل حته الانسجام يوصل 100%، لا هيبقى لعيب مميز جدا في النادي الاهلي. امبارح في المباراه لو حضرتك تفتكروا كان في كذا كوره هم هجمه بيمسكوا الكوره كويس شويه في نص الملعب، وكان في اختراقات من العمق، بعرف لو اللي معاك كوره بص على اللي رايح على الجول هتعمل مشكله كبيره جدا. هم جابوا في كامبالا سيتي الجون بتاعهم جابوه من اختراق من العمق. كان برضو كوره في نص الملعب وحد اخترق على الجون في العمق الهجومي للفريق او العمق الدفاعي للفريق المنافس اللي هو كامبالا سيتي، وجابوا منهم جون، جابوا فيهم جون. فالتمركز الدفاعي بتاعنا كان قلقني امبارح شويه. احنا ما انا قلت يمكن انت ما كنتش واخد بالك، انا كنت اول ما حد بيمسك كوره كنت بخاف من اللي هو بيروح يقطع، هو ما حدش شايفه. ما انا قلت لك ان هم ما كانوش بيعملوها بتميز بالزبط. عشان كده انت مش هتحس بالمشكله قوي. انت بتتكلم في جزئيه ثانيه، يعني هو لو عملها بالظبط، يعني بتتكلم فيما يعني ده لو على ملعبه هيبدا يفكر ان هو يهاجمك. طيب ازاي؟ طب لو لعب كده ايه رد فعل النادي الاهلي او رد الوقفه؟ هتمركز كويس. هتمركز ما هي خلي بالك ان هي التمركز هنا اوقات بيبقى انا بقف صح، ولو هي اتلعبت صح برضه هتعدي. يعني دايما الشغل الهجومي يكسب الدفاعي، لو منظم هنا ومنظم هنا الهجومي يكسب. بس انا بعمل اللي عليا. انا عامل اللي عليا، انا قصدي ان انت لو انت منظم قوي في الحته الدفاعيه وشاطر قوي في الحته الهجوميه الهجومي يكسب. ما هو لازم. لا ليه؟ لازم. لان دايما اللي بيحصل اللعب على الاطراف بسرعه وانت مميز لازم يحصل خلل. أكيد. لازم يحصل أكيد. خلل. ما هو الجول بيجي من خطا. اوروبا في الدوري الانجليزي كله كده بالظبط، واللعيبه كلها في ثلث ملعب. ولكن الشغل لما بتبدا بتلعب على ثغره واحده فكده كده هتلاقي خلل. الفكره كلها ان انت ازاي تتعامل مع الخلل كمان. ده اللي بتكلم فيه ان انا بس بقى. انا ما هو ما حصلش بقى عشان اقدر اقول هو اتعامل معاه ازاي. حصل بس الكوره ما راحتلوش، ده اللي انا بكلمك بالظبط كده. انا بتكلم ان الخلل لما هيحصل ابدا اتعامل معاه ازاي، لان هو هيحصل بس ازاي انا بقدر اتعامل معاه واتعامل معاه في سرعه قد ايه، ورد فعل حارس المرمى هنا ايه. لان خلاص بقى الحارس المرمى بقى ليه دور اكيد مش مهم. أكيد. ده بقى يعني انا شفت في كاس عالم برضو حراس مرمى غريبه، ردود أكيد. افعال مش طبيعيه. الجماهير كلها قالت ان ماتش امبارح ده بدايه انطلاقه النادي الاهلي نحو الاميره الافريقيه. تعالوا نشوف تقرير عن هذا الموضوع ونرجع مع ضيفنا الكريم الكابتن رضا شحاته. بالفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى يرجع الكابتن الخطيب في اختياره الكابتن محمد يوسف قبل الكابتن كنترون، لان الكابتن محمد يوسف عنده خبره افريقيه، خد بطوله افريقيا قبل كده.
وكابتن الكترون يعني كالترون كان خد بطوله افريقيا مع زيمبا صح. فبسم الله ما شاء الله يعني الاداء كويس ونتمنى المستقبل يكون افضل من كده يعني. طبعا بدايه موفقه جدا جدا والاهلي بسم الله ما شاء الله لمن حضر زي ما بيقولوا، ومستر كالدرون ومحمد يوسف يعني حط اليوم على الطريق الصحيح، رجلهم على الطريق الصحيح باذن الله، وبدايه كويسه جدا جدا وموفقه، وان شاء الله باذن الله الاهلي يعود لمكانته الطبيعيه كبطل افريقيا وبطل العرب، وان شاء الله يروح كاس العالم باذن الله. رجوع اللعيبه اللي كانوا بره المعارين، وان شاء الله تكتمل قوه الاهلي في الفتره اللي جايه وتحسن يعني تحسن ترتيبنا في المجموعه للمركز الثاني، واكيد دي بدايه كويسه ان شاء الله باذن الله، بس اللعيبه تشد حيلها شويه كده ويحصل انسجام بين اللعيبه مع المدرب ويدخلوا يعني في الخطه الجديده، وان شاء الله باذن الله الاهلي قادم، وان شاء الله باذن الله احنا في البطوله الافريقيه وفي النهائي ان شاء الله. امبارح احنا شفنا ان امبارح كوليبالي بدا ان هو يشارك من الاول، بدا من لاعب يقعد فتره قبل ما انه ينسجم وانه يعمل، لا بدا انه امبارح نزل وجرب لعيبه جديده وبدا ان هو عايز يطور من اداء الفريق. شاف برده ان ازارو برده مستواه بيتحسن كل يوم عن الاول، وشاف ان وليد سليمان برده يقدر ان هو يشيل الفريق في الفتره دي، انه برده من اللعيبه اللي الخبرات، حسام عاشور برده كويس. برده انا عايز اقول حاجه، ان الاهلي محتاج ديفندر الفتره اللي جايه، محتاج ان انت تدعم خط وسطه، نعم خط وسطه محتاج ديفندر، لان حسام عاشور والسوليه برده محتاجين حد يساعدهم، محتاجين حد يكون ديفندر قوي وديفندر يكون ثقيل في الملعب. بدايه موفقه وان شاء الله نتمنى لهم مزيد من التقدم، وبنحس اللعيبه انه قدموا لنا مزيد من النجاح، لان احنا كسودانيين موجودين داخل القاهره بنشجع الاهلي وبنحب الاهلي وبنتمنى له التوفيق وربنا يعينه ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد. احنا محتاجين ديفندر؟ لا انا لا انا من السنه اللي فاتت كنت بطلب ان يبقى في سيرد باك لازم. فالحمد لله يعني في حد جه. لا مش محتاجين، محتاجين بس ان المجموعه اللي كانت المجموعه اللي موجوده يعني تبدا هو في هشام محمد تشارك غير طبعا السوليه وحسام عاشور، في هشام محمد، في اكرم، طيب يعني عندنا عناصر شابه كمان، حمدي بس احمد حمدي يعني خلينا في ثنائي الالعاب احسن شويه. عندنا لا مش محتاجين. مش محتاجين ديفندر؟ لا انا شايف العناصر موجوده ومختلفه واشكال مختلفه يعني تقدر تبني عليها جمل فنيه باشكال مختلفه. ما اقدرش اقول ان حتى في اتنين شبه بعض، كل واحد عنده شخصيه مختلفه عن التاني. يعني انت مش شايف ان احنا محتاجين ديفندر لكن محتاجين، وانا بصراحه مش شايف ان احنا محتاجين صانع العاب. انا عندنا ناصر ماهر وعندنا احمد حمدي. لا انا شايف ان هم لعيبه مثاليه لو خدوا. ولو محتاجين مين في الدوري المصري يعني؟ لا مفيش حد في الدوري المصري. طيب يبقى احنا عندنا لعيبه يعني اكيد في، ممكن اكون انا مش عارف، لكن لا ما عندناش حد مميز قوي في الحته دي. في مصر عموما يعني. انا من وجهه نظري كان صالح جمعه، بس ده يعني من اللعيبه اللي بقولها يعني انت قصرت في حق نفسك كتير قوي. كلنا قلنا له كده. لان هو عنده الحته دي هايل. احنا كلنا قلنا له كده يا كابتن رضا، مش انت يعني كله قال صراحه يعني. طبعا صالح جمعه كان جماهير بتعشقه. لا مهم. الجماهير كانت بتزعل عليه جدا، لكن هو بصراحه اعتقد ان هو فعلا ظلم نفسه ونظلم نفسه كتير قوي كمان. عايز نتكلم عن الدوري، شايف الدوري شكله السنه الجايه هيبقى ازاي؟ هيبقى في منافسه شرسه فعلا، ولا هيبقى الدوري برضو محسوم اول وثاني وثالث ورابع؟ في اسماعيلي مصر تقريبا ماتشات النادي الاهلي تقريبا. الدوري المصري بيبقى محسوم دايما. دي وجهه نظري مهما كان اللي بيحصل دلوقتي. ولكن الدوري نفس طويل قوي غير كاس. كاس ممكن اي حد ياخد الكاس عادي، ممكن اي فرقه تاخد الكاس، انما مش اي فرقه تاخد الدوري. مشوار طويل قوي وبيحصل فيه تحديات كتيره جدا وانت ماشي. اهم من الكوره يعني، الكوره دي بتبقى اخر حاجه لان في ضغوط بتحصل، في صفقات بتحصل، في سماسره بتدخل مع اللعيبه، في لعيب بيكلم سمسار عشان هيمشي السنه اللي جايه، بيحصل حاجات كتير قوي وانت الدوري ده الدوري شغال. التدخلات بتاعه الاداره ومجالس الاداره بتفرق في الحاجات دي كمان. تدخلات مجالس الاداره بتفرق، ممكن تخلي الفرقه كلها تبقى في حاله فنيه 100% وممكن تخليها تحت الصفر. فانا قصدي ان السيناريو هنا يا جماعه، الكره في مصر مش كره بس. لا فيها حاجات كتير قوي، كتير جدا، كتير جدا تدخلات. حتى في المشاكل انت بتحل مشكلتك ازاي، وازاي بترجع لعيبتك، وازاي بتفصل اللعيبه عن جزء الانتخابات مثلا او جزء مشكله، فاللعيبه دي بتفصل. الحاجات دي مهمة جدا، وده مش ما بيتعملش في مصر صح قوي،
زي بتعمل في النادي الاهلي. النادي الاهلي مختلف في الجزئيه دي، عشان كده دايما الاهلي عنده او النادي الاهلي دايما بنقول عليه مختلف عشان هو كده. فانا شايف ان الامور هتبقى في صالح النادي الاهلي ان شاء الله. المنافسه هتبقى قويه في البدايه اتوقع، ولكن زي ما قلت لك لما القطر هيبدا يمشي هتلاقي الموضوع بيقل بطبيعه الحال، والضغوط والنتائج، فرقه بتخسر يعني. النادي الاهلي لما يخسر لقاء مش زي اي فرقه ما تخسر لقاء تاني. هنا النادي الاهلي بيلم بسرعه بيعرف يرجع. الفرق الثانيه بتكر بمعنى اصح من لغه الكوره يعني. فمش معنى ان انت، انا قلت الكلام ده كتير قوي، مش معنى ان انا معايا لعيبه مميزه كتير ان انا اوصل للهدف بتاعي. انا ممكن اوصل للهدف بتاعي بلعيبه 50%، ولكن بالاداره وبالشغل الفني والحب اللي موجود في الفرقه. أكيد. فدي حاجات مهمة، نقط كده. مش دايما اللعيبة الكويسة اللي انت بتجيبها بتختارها انت شايف ان هم لعيبة كويسين قوي ان انت الناتج بتاعهم يطلع زي ما انت متوقع. الموضوع مش كده خالص، الموضوع ان انت ازاي بتدير لنهاية الموسم. وده مهم جدا. الاهلي داخل في افريقيا وداخل في بطولة عربية وداخل في كاس افريقيا، شايف اللعيبة ايه الجديد؟ هيتدوروا باتريس كالترون الجديد فاتت ولا بلاش الكلام عن السنه اللي فاتت؟ خلاص يعني خلاص. مش عايزين نتكلم في اللي فات. اللي فات فات خلاص. مش هنتكلم في يعني سلبيات يعني. كان تدوير ومش تدوير، لكن هتفتكر التدوير هيبقى شكله ايه؟ هيعتمد على اللعيبه برضو ولا هيدور كل اللعيبه ولا لا هيتعامل؟ اتوقع ان هو هيبقى الدايره هنا هتبقى في اماكن ضيقه جدا. هيبقى التدوير هنا بهدوء. مش تدوير زي ما احنا متخيلين في مجموعه بتخرج ومجموعه بتدخل، لا. العناصر هتبقى قليله اللي هتدخل في الحته دي واضطراريه كمان. وهو بقى هنا اللي انا بقول لك عليه شخصيه المدرب، ان هو يعرف يعمل دي. لان دي خلي بالك كلنا بنقول احنا بنعمل ثقافه التدوير واحنا عندنا مش عارف ايه واللعيبه كلها بتشارك، وهو اصلا اسف يعني مع اي حد ما حدش عملها بشكل بالظبط 100% او بشكل واضح بشكل صحيح. كله بيبقى كلام بس على السوشيال ميديا او التلفزيونات، بس في الاخر ما حدش بيطبقها بالشكل المطلوب يعني. يعني برضو قول لي مين اللاعب اللي نفسك تشوفه غير صالح جمعه؟ طبعا صالح جمعه للاسف يعني. مين اللاعب نفسك تشوفه في النادي الاهلي؟ اللاعب اللي مش باين، اللاعب اللي لو خد فرصه فعلا هيكسر الدنيا هيبان قوي. لا انا شايف ان الفتره اللي جايه وجهه نظر اسلام محارب لازم يبقى تواجد بتاعه اكبر. اقول لك اسماء مثلا نصر ماهر، احمد حمدي، صلاح محسن. صلاح محسن مكان مين دلوقتي؟ عارف صعب قوي صلاح محسن. طب رضا انت الموضوع صعب. في حته فنيه بقى قول يعني ليه ما نوظفوش تاني؟ يعني ليه انا كمدرب كويس دايما بضرب مثل جوارديولا. جوارديولا لما بيروح فرقه بيلاقي فيها اتنين فراوده كويسين قوي بيلعبهم بيعمل له مكان، بيتغير الشكل، بيعمل له مكان بحيث ان هو يبقى احسن كمان وما يبقى راس حرب. يعني ليه صلاح محسن ما نستفدش بيه ان هو مثلا يبقى على الاطراف او العكس؟ اقول لك ليه. او ازارو، وجهه نظري ازارو ممكن كمان. اقول ماشي اتفضل. انت بتقارن عارف. انا طب خليني ابعد عن المقارنه عشان انا عارفك بقى. ابعد عن المقارنه دي. لا مش قصدي كده. عارف انت حد في جامعه او جامعه امريكيه بتجيب واحد جامعه انت قول لي حلول يا كابتن رضا، وحد اقل وعايز توديه جامعه امريكيه ويتعامل، هو مش هينفع. يعني انت النهارده عايز تنقل ثقافه جوارديولا مثلا ان هو يبقى عنده حلول، يعني المدرب هنا يبقى عنده حل واثنين وثلاثه ويلعب براسين حربه. انت الفرق اللي ضدك اصلا مش هتساعدك ان انت تعمل ده، هتبوظ لك لعبك. لان احنا ما عندناش سيستم، احنا بنشتغل عليه كمدير فني حتى يبقى عندي حل واثنين وثلاثه واربعه، انا ما عندناش. فانت هنا ما عندكش حلول غير تلعب براس حربه واحده، تلعب براسين حربه يعني هيعطلوا بعض. ضد الفكره دي ان انا استغل صلاح محسن كجناح، او ان انا مش هيبقى بالشكل اللي انت متخيله. يعني مش هيبقى وليد سليمان، مش هيبقى اجاي، اتوقع ده، ولكن انا ما شفتوش في المكان ده. ولكن انا اتوقع ان هو عنده الحته، هو شبه وليد ازارو شويه في نفس في السيستم اللعب. فانا شايف الاثنين مع بعض، خلي بالك ده بنت، لا باثنين بيلعبوا شبه بعض بيضروا بعض. اكيد انا معاك، انا بتكلم بقى عن دور المدرب. هو انت بتقول هو يلعب بالاثنين، طب يلعب بالاثنين بس صلاح محسن غير ازارو؟ لا شبه، لا قريب جدا. لا انا اتحداك واحنا على الهواء. السرعه والسيستم والفعل واحد. وليد ازارو يلعب اطراف،
ويلعب فاروق. لا انا مش بتكلم صلاح محسن يلعب فاروق. انت ما تدخلنيش في ان هو يلعب في ايه تاني، انا بتكلم على طريقه لعب لما بيلعب راس حربه. لا ما تدخلنيش في حته جانبيه. لا انا بكلمك بكلم هو راس حربه وصلاح راس حربه الاثنين واحد. انت بقى بتقول لا ده يلعب وده ما يلعبش، ده ما احنا ده انت سالت سؤال انا برديت على ان هو بيلعبوا في مكان واحد. لا بكلمك رد فعل مين اللي ممكن. لا وليد ازارو طبعا وليد يلعب لانه بيحب وليد يلعب. اصلا وليد. بيحب الحريه. طبعا ممكن يبقى مميز جدا فيها جدا. كمان جدا بس بالزبط. هو عنده بقى اللي احنا بنستغلها في ترقيصه كده راح مرقصها، هو عنده الثلاث اربع خطوط اللي بياخدهم بسرعه دول عنده فيهم حلول فبيقدر يحرز اهداف من الحته دي. انما هيلعب على طرف هيبقى بعيد قوي عشان يقدر يوصل للحته دي، هيعدي مراحل كتير قوي. اتمنى ان احنا يعني الاثنين نحاول. طب قول لي بقى قبل ما نختم لان الوقت جري معاك بسرعه جدا كالعاده، يعني يا كابتن رضا قول لي شايف مين مدرب منتخب مصر او مدرسه ايه؟ مدرب منتخب مصر. مش عايز تجاوب عادي على فكره. الفتره اللي جايه مدرب منتخب مصر الفتره اللي جايه انا شايف ان يبقى مدرب اجنبي مش مدرب مصري. عندنا ده حاجات كتير. مدرسه ايه اللي تحب تشوفها في مصر؟ الايه؟ اي مدرسه تحب تشوفها في المنتخب المصري؟ المدرسه الالمانيه، الهولنديه، الاسبانيه، الانجليزيه؟ بلاش تجاوب. انا يعني بلاش تجاوب. لا هرد، لازم ارد، مش هقدر ما اردش، لازم ارد عليك. المشكله مش في المدرسه اللي جايه. المشكله في المدرسه اللي احنا قاعدين فيها. بس انا لو شاطر هعمل مدرسه على مزاجي. لا انا ما ينفعش. ينفعش والله. ما ينفعش ادخل اقول ان انا النهارده جاي بفكر اوروبي واجي انفذه في مصر وانا اصلا المناخ والمدرسه اللي انا داخلها مش هتساعدني. كلامك صح 100%. بس لكن انا كمدرب جاي هو يا جماعه هتعملوا لي كذا وكذا وكذا وكذا، لو قالوا لي خلاص يبقى حلو، يبقى انا ممكن. انت بقى عارف ان هيعملوا. لا طبعا. بس خلاص. نورتنا وشرفتنا حبيبي يا ميدو، ربنا يخليك. استمتع بيك والله. حبيبي ربنا يخليك. هتروح فين دلوقتي بعد على كوزه بقى على طول؟ طيب ماشي حبيبي، نروح انا وانت بقى ان شاء الله. يلا بينا. يلا. يعني كان لقاء ممتع جدا مع كابتن رضا شحاته، حاولنا ان احنا نخرج بره يعني الجو العام عشان حضراتكم يعني تعرفوا كل الكواليس وكل الخبايا، واتكلمنا عن كل اللي حصل النهارده بلا استثناء. وان شاء الله بكرر كلامي معاكم تاني، بكرر كلام مع حضراتكم تاني. اوعوا تخافوا على النادي الاهلي. النادي الاهلي زي ما انتم شايفين كبير، النادي الاهلي صدر واسع جدا جدا. اهلا وسهلا لاي حد داخل منظومه النادي الاهلي وداخل شكل النادي الاهلي. بس نورتوني وشرفتوني، ودايما كده راسكم مرفوعه بانتمائكم لهذا الكيان الكبير النادي الاهلي. تصبحوا على خير.